الحلقة بالأربعة. هذا أسنسيو يلعب كورة وحدة بالمصر. الله الله قطعة تسديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي. كم هذا أسنسيو 21 سنة يلعب في الكلاسيكو بهذه الصورة، كلام كبير. أسنسيو صغير السن ولكنه كبير العطاء، كبير الدهاء، كبير الذكاء أو عالي الذكاء. حاد فخال، لا أحد في برشلونة يرضى بأن يكون عرض فريقكم بهذه الصورة. توني خاطئة، مشروع مرتدة، يساعدها لوكاس إلى أسنسيو. مارسيلو على اليسار، مشروع هدف ثاني لريال مدريد. عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة مرينجي جميل. يا إلهي، روعة روعة روعة. هدف مدريدي يدرس، هدف مدريدي جميل. يا لها من كورة، يا لها من لمسات، يا له من نغم، يا له من طرب في المدرجات، يا له من عرض كبير، يا له من ميرينجي. اليوم الثاني لريال مدريد يسجل بعد مجموعة من التمريرات. مين افتكى لوكاس؟ واحدة من أسنسيو، مارسيلو، وبعد ذلك تحرك بجانب لوكاس. هياها لوكاس، هو كريم لنفسه. أمتيتي يتفرج، أي لمسة يا كريم. كريم اليوم يسجل هدفا رائعا جدا. ريال مدريد اليوم يقدم عرضا مثيرا للمشجعين، يقدم طربا كبيرا للمشجعين.